مناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، كنحب أنني نوجه رسالة للناس كاملين، الناس اللي كيحترموا حقوق الإنسان. التغيير ممكن يبدأ بك أنت في عائلتك، في أسرتك، في المحيط ديالك، في العمل ديالك. كنعانيو من النظرة الدونية اللي كينظروا بها الأشخاص أو المجتمع لهاد الفئات. نتمنى تغيير النظرة الدونية، نتمنى نحصلوا على الحقوق ديالنا التمكينية. نحن كذلك مواطنون حاملين لبطاقة الوطنية، بحالي بحالك بحالها بحال الآخر. أبطال في العبقيوة في 1500 جيت هنا جيت أنا الأول، ديما نجي أنا الأول هنا، أنا الأول في 1500 جي أنا الأول، ما عطوني والو، ما السيد ما عطونا والو. مشيت عاوتاني غوتوا عليا الميسر، مشيت الميسر جبت الميدالية الذهبية وجبت النحاسية، جبت نحاسية ما عطوني والو. بغينا نركبوا في الطوبيسات، الطوبيسات هما حبسوا علينا الكونترونات والتران، حتى التران ونونطري عافيني نترينيو. دابا انت كيف نترينيو تشد براسك، ما نكذبش عليك. المعاق يستغيث، المعاق يستغيث، عايش في العيشه مقهوره، فاسقاطو جوج محوره، فاسقاطو جوج محوره، فاسقاطو جوج محوره، فاسقاطو جوج محوره. تنطالب بالحقوق ديال هاد البنيه. الطوبيس اولا تيعسفوا علينا، تيحرقونا في البلاكه، ما تيوقفوش لينا، ما تيقول لك لا كارت كيشدها كيديها ليك. وهادشي تنطلبوا شي ميل بحال هاد الوليدات باش يعيشوا، بحال هاد البنيه مسكينه دابا ليكوش الدواء وانا اللي عندها، والله سبحانه وتعالى وانا كنعاني من كل شيء الامراض. هما تنطلبوا من الله ومنكم من المسؤولين يديروا لهم شي حل. من التنسيق يشتغل مواطنية اليوم، يعني يوم المؤاخ في العالم كامل، ولكن حنا في المغرب تنديرو النضال باش نستافدو من الحدود ديالنا اللي محرومين منها. يعني ثمن الطوبيس ديال الدولة والنضال الحضاري ملعون منو، حيث حنا ما عندنا حتى حظ في الدنيا. تنطلب من جلالة محمد السادس نسأله الله يشوف من الحال ديالنا ويعطينا الحظ ديالنا، وحنا بغينا ما بغينا والو، بغينا حضور ديالنا وصافي.